وهنا أحبائي أريد أن أخذ مكالمة أيضا من الأخت فوزية من إيران. أهلا وسهلا أخت فوزية، أنت معنا على الهواء. ألو. أهلا أهلا أخت فوزية. مرحبا، سلام المسيح. سلام المسيح معك، الرب يباركك. الله يخليك. أنا إيرانية بس عشت بدول عربية ودنمارك. الرب يباركك يا أخت فوزية، أهلا وسهلا فيك. يا ربي أشكرك على النعمة اللي وصلتها إلي. أنا صابئية كنت قبل. الرب يباركك. صابئية يعني كانوا من أتباع يوحنا المعمدان. قالوا لهم مندائيين. مندائية صابئية، أيوة. يا فرقة من يوحنا المعمدان. بس شني نقرأ الكتاب ولا نسمع ما يدخل كان بعقلي. بس ظهر لي المسيح بسنة 2000، ظهر لي المسيح وبدأ يظهر لي وقال لي أقرأ الكتب. صرت أقرأ الكتب يعني مختلفين أقرأ وافتهمت هو المسيح. بعد الهسة من أصلي أشوفه، يجي لي رؤيات. أشكرك يا ربي، مجداً للرب. فتحت عيوني، كنت عمية عمية وبصر والحين بصرة أشوف كل شيء كل شيء. يعني أنا أتكلم مع وأبشر والصابئيين ما يقبلون. يعني أنا أحس يعني رايحين يهلكون الصابئيين، ما رايح يجون للمسيح. يقولوا لي لا تتكلمي لا تحكين، يعني أنت جيتي بس أنت لا تحكين. قلت لهم ما أقدر، أنا شفت المسيح خطايا هذول المساكين لازم يعرفون. الشباب والشابات الصابئية لازم يعرفون الحقيقة، لازم نعرف الحقيقة. آمين آمين يا أخت فوزية. أشكرك على النعمة اللي وصلتها إلي يا ربي. إشقد حلو أنت، فرحانة بي وأرنم. صدقني من شفت الهسة طبيب ما أروح بعد، صار لي 20 سنة ما أروح للطبيب. مجدا للرب يا أخت فوزية، ربنا يباركك. حتى الدكاترة هنا يودوا لي رسالة يقولوا لي بدي لطبيبتش وما قاعدة تجين. قلت لهم أنا بالمسيح ما عندي شيء. أمين أمين. ما عندي شيء مريضة. أشكر الرب يسوع، نعمة نعمة. أطلع بالشارع أبشر فيه. أمين أمين أخت فوزية، ربنا يباركك. أنا عمري مو صغيرة، أنا كبيرة هم يعني بس فوق 60، أكثر من 60. ربنا يباركك ويعطيك الصحة والعمر، وربنا يستخدمك وتكملي الشهادة. الموضوع شهادة الأجيال. ربنا يباركك أخت فوزية، نشكر رب من أجلك.